الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات. الحمد وله المنة كما ترون الآن جمعية الأمة الخيرية تبدأ بتسليم الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام من الأموال من الصدقات، أسأل الله تعالى أن يجازيهم الجنة. ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، فهذه بشرى لهذه الجمعية. نتقدم بالشكر الجزيل باسم العوائل كافة من الأيتام والفقراء وأهالي هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها بالشكر الجزيل لهذه الجمعية، ونشكر كادرها المحترم المبارك من أصغر موظف إلى رئيسها، نتقدم لهم بالشكر الجزيل. وفي هذا الشهر الفضيل وفي فيض من العطر هنا